الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، سورة الأنفال. وفي سورة الرعد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالحاصل إن الناس الآن بيشكو من غلاء الأسعار والفتن في هذه البلاد وغيرها والمشاكل والحروبات، وكانت سنة الله الكونية في أرضه سبحانه وتعالى أن غلاء الأسعار والفتن والحروبات والمشاكل والبلايا وغير هذه الأشياء السبب فيه هو المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، السبب بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، السبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآيات ورتنا سبب المشكلة والعلاج بتاع المشكلة. سبب المشكلة المعاصي والذنوب ومخالفة أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. العلاج لعلهم يرجعون، نتوب ونرجع إلى الله. والمعاصي درجات يا جماعة، درجات، في صغائر وفي معاصي كبائر وفي أكبر الكبائر أكبر ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ لفظ في البخاري كررها 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ده أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، الشرك بالله والكفر بالله. الشرك ده خلاصة الكلام، لأنه المغرب جه الجابوه في البلد دي الآن وبينشروا الآن، هم الصوفية، كل الطرق التجانية جابوا كفر، كفر ذاته عجيب مرة واحدة. أحمد التجاني قال: عندي صلاة اسمها صلاة الفاتح، نجر من راسه، قال: تقرأ مرة واحدة تساوي القرى القرآن الكريم 6000 مرة. ده كفر ولا ما كفر؟ ولا لا بيقروها التجانية، عشان ما في تجاني محتال كذاب يقول كذبتوا علينا. لا، الآن بيقروها التجانية، بيقروها بعد الصلوات، وبيقروها يوم الجمعة بعد العصر، وعاملين فيها بيذكروا بها ربنا. ودي كفر بيا الله، العقيدة اللي فيها دي كفر بيا الله. ما في كلام بتاع بشر بيساوي كلام رب البشر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم في الصحيح كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إلى آخر. فكيف يكون كلام جابه أحمد التجاني من مخه يقول ده بيساوي، تقرأ مرة واحدة بيساوي الزول الختم المصحف 6000 مرة؟
شرك، ده كفر، ده كفر شرك. كلام البرعي، البرعي قال شنو؟ البرعي قال إن ناب خطب في البلاد نزيله، إذا حصل مصيبة وبلوى في البلد طبعا المفروض الإنسان ينادي الله. البرعي قال قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل، قال تنادي إسماعيل ما تنادي الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الصوفية مشوا مراحل أبعد من دي في الشرك بالله. يا أخي محمد عثمان المرغني، مش ربنا قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى؟ محمد عثمان المرغني قال أنا ذا، أنا على العرش ما الله، في كتاب النور البراق، النور البراق اللي بيقروه لما يموت لهم زول المرغنية الختمية أو يقروه في العرس، قال أنا الجليس على العرش المحيط به، أنا الجليس على العرش، ده المرغني، أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، وده يقول الكلام ده. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. المجرم ده قال كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. صوفية يعلموا الغيب؟ كذابين يا أخ مجرمين، لعبوا بعقول الأمة حلاوة وغشوا النساوين تخصص نساء وتوليد، لعبوا بعقول النساوين ولعبوا بعقول الرجال ذاته، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بلد فيها كم طريقة تمشي هناك، الدروشاب ولا سامراب طريقة، قال الكزنزانية، قال من كراماتهم بياكلوا كباب الشاي بتاعت القزاز، ما شفتهم؟ حسيت دي كرامة؟ ده سحر يا ناس، النازل سحرة، ده شغل بتاع شياطين، لا بياكل قزاز ولا بيدق مسمار في راسه ولا بياكل اللمبة بتاعت النايلون، ده كله كذب، بيسحر عينك انت بتشوف انه بياكل في قزاز او بياكل في نار، لكن لا في نار لا في قزاز، سحر عينك لانه ده شغالين مع ابليس. شيوخ الصوفية كلهم كلهم تجانية، قادرية، سمانية، برهانية، حميدة، كلهم ده شغالين مع ابليس، شغالين مع ابليس، عرفت كلامي؟ وسحرة سحرة تمشي له يقول له الابريق تعال، الابريق الابريق يجي تنقز زي القعونجة، انت تقول اوه الا ان اولياء الله، ده ما اولياء الله، ده اولياء الشيطان، الشيطان اللي بيطقل بالابريق ده، انت قال بيطقل بينه الشيخ ده، الشيطان استحوذ عليه، ما هو اللي استحوذ على الشيطان، ربنا قال كده، ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليبتين احنا نتخدع يا جماعة، المرغني جه حكم البلد غشانا باسم الدين وإنه أنا ود النبي، طلع تركي من الأتراك ما عنده علاقة بالنبي ذاته، جاء بعدي والترابي اكتشف انه المرغني والصادق غشونا باسم الدين، الترابي قال برضو انا ادوك في السودانين ده المقلب، وانا برضو قال شريعة شريعة ولا نموت، دق في الناس مقلب باسم الدين، وكل الطرق الصوفية الليلة بتلعب بيكم باسم الإسلام، والله الدين الشغالين بكل الطرق. انا بقول كل الطرق ليه؟ لانه في اخو مسلم تلقاه عامل ليه سكسوكه هنا، ايه يقول لك طبعا التصوف ما واحد يا بليد، التصوف كله باطل، وانت ذاتك باطل يا اخي يا مسلم، عرفته؟ انت ذاتك باطل، كله باطل، التصوف كله باطل. الدليل، هل الرسول كان صوفي؟ في دليل؟ ما في. تقدر تجيب دليل؟ ما بتقدر. كان تابع يا تو طريقه، يا تو طريقه تجاني، هل كان سماني؟ هل كان قادري؟ هل كان ركيني؟ كله كذب، يبقى كله باطل.
أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة كلهم، في واحد فيهم كان تجاني؟ في واحد فيهم كان تابع للطريقة السمانية؟ في واحد فيهم عنده نوبة؟ وكانوا شيعة أحزاب وجماعات وطرق، الله قال لست منهم في شيء، يعني ما يجوز تبقى معاهم، فده كله باطل. فالطرق الصوفية دي كلها كلها لباطل كلها.